أتذكرين؟ لا والله. أنت؟ لا والله. هكذا حدثنا عن المشي. أتذكرين؟ ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان ديربي. سوريا لي، سوريا لك، سوريا إلنا كلنا. سباق في الحميدية. مشيت قرب السياج الحديدي بعد أن نزلت من التاكسي عند الإشارة المرورية وهات دبر فوتي للرصيف. شاهدت بعض القافزين على الحواجز وهم ينتقلون عبر السياج إلى الرصيف وبالعكس. حاولت أن أفعل مثلهم لكنني تراجعت وتابعت طريقي إلى أن وجدت نفقا. نزلت النفق ولمحت درجا كهربائيا صاعدا مقابلي فظننت نفسي في أوروبا، لكن صوتا داخل النفق ردني إلى سوريا. حي الله غرض بمية. وتابعت السير فوجدت درجا كهربائيا صاعدا باتجاه بوابة سوق الحميدية، فعدت إلى الاعتقاد بأنني في أوروبا، خاصة وأنا أستخدم الدرج المعدني الصاعد بي وأنا في قمة الاسترخاء. ودخلت سوق الحميدية مبتدئا سباقي الخاص. طحشت بين ثلاثة دون أن أقول عفوا أو إذا سمحتم وانطلقت، لكنني هدأت السرعة عندما برز في وجهي صف أفقي من عائلة. لفيت على اليمين حتى وصلت للخط اليميني وسرت بهدوء، لكن ثلاث نساء من الوزن الثقيل كنا يمشين أمامي ببطء وهن يتفرجن على البضائع في المحلات. اضطررنني إلى التغيير فحطيت على الثاني يا شباب ودوبلتن. صرت على الخط الثاني أم طلع بوشي مجموعة سواح بيصوروا وهم يسيرون وارتطمت سائحة بي، فكان ذلك الحادث الأليم. لكن الحمد لله ما صار خسائر بالحديد، عظم بعضهم ما في مشكلة وسوري وآسف لا تأخذينا. وتابعنا السباق. ثم قررنا التوقف لإراحة الدواليب عند استراحة بقداش لبل القلب بالبوضة العربية. وتابعت السباق بعد ذلك بحماسة منقطعة النظير. طحشت على أحدهم يتمشى متلفتا حوله وانتبهت كي لا أدعس على حية ورقية يتلاعب بها بياع جوال مارا بقرب بياع آخر حجز الطريق بكرتونة عليها أشكال هندسية. ثم حطيت على الرابع وشديت كالصاروخ بالقرب من محلات صاغة حتى وصلت إلى الجامع الأموي وأمامه على حجر جلست. هكذا حدثنا عبد المجيد. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي. هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2015.